بقصر الثقافة مفدي زكريا لننقل لكم عبر هذا البث المباشر أجواء وفعاليات الأيام الوطنية للمهرجان الدولي للكسكس، لكنه مهرجان وطني خاصة مع الظروف التي فرضتها كورونا. إذن تلتحقوا معي السيدة معالي وزيرة الثقافة لنتحدث حول هذه المناسبة السعيدة، خاصة وأننا نحتفل كذلك سيدة الوزيرة بتصنيف الكسكس كتراثا عالميا. شكرا. طبعا احتفاء بتسجيل الكسكس تراث عالمي وكل المهارات التي تدور حول هذا الطبق الرئيسي للجزائريين، اليوم فيه تظاهرات ثقافية مهمة رح تستمر لأربعة أيام احتفاء بهذا الطبق الجزائري الأصيل. تلقينا مجموعة من الجمعيات، نساء ما زلنا يفتلوا الطعام ويحضروه، وتحية لهن جميعا. المرأة اللي ما زالت تعمل على تدوير القمح وتحضيره للعائلة الجزائرية، هو أكثر من طبق، قلتها أكثر من مرة، هو تراث، هو طقس كذلك، هو طبق للتلاقي. كلنا نلتقي حول طبق، كل عائلة تلتقي حول طبق الكسكس. أنا طبعا في إطار استراتيجية الحفاظ على التراث أعمل على ترسيخ مثل هذه اللقاءات والتظاهرات والمهرجانات التي تعنى بالتعريف بهذا الموروث وبتكريسه كتقليد يستمر للأجيال القادمة إن شاء الله. إن شاء الله. طيب سيدة الوزيرة، ربما قانون 9804 تحضرونه وحذرتموه على مستوى وزارة الثقافة سيسمح لكم بتصنيف مختلف التراث اللامادي المتواجد بالجزائر وطنيا، ما هي آخر أصداء هذا القانون؟ طبعا تعديل القانون 9804 للتراث راح يسمح لنا بعد التعديل إن شاء الله بتصنيف كل تراثنا اللامادي، مش فقط يعني الذي صنف تراث عالمي، لكن الآن عندما سوف نصنف بقية المكتنزات اللامادية الثقافية الجزائرية، هذا راح يسمح لنا بحمايتها أكثر، بالتعريف بها أكثر، وبوضع مخططات لحمايتها. القانون يعني تم تعديله وعرضه على الحكومة، ننتظر مروره على مجلس الوزراء والمصادقة عليه في البرلمان إن شاء الله. جميل جدا. سيدة الوزيرة، ربما كنت قد شاركت البارحة ضمن وألقيت كلمة باللجنة الحكومية لليونسكو خاصة بتصنيف التراث، ما هي الملفات التي ستعملون على تصنيفها مستقبلا ضمن التراث العالمي إن شاء الله؟ هناك عدة ملفات مرتبطة بالتراث المادي والتراث اللامادي كذلك. يلي فورتوغاس تاع مدينة وهران اللي الملف تاعها راه يتحضر لوضعها على مكتب اليونسكو. أيضا هناك العديد من التراث المادي اللي موجود في القائمة الاحتياطية لليونسكو، رح نعمل على وضعه في القائمة النهائية. أيضا هناك البلوزة الوهرانية اللي نعمل على تصنيفها. هناك أيضا بعض الآثار القديمة في الشرق الجزائري، أيضا فتحنا ملفات فيه المديريات المحلية اللي تقترح علينا ملفات مهمة. نحن نستمع طبعا إلى الجمهور وإلى المواطنين، كل واحد أكيد حاب يعني يعرف بتراثه المحلي، لكن كل هذا تصنيف أو عدم التصنيف، قلنا باللي الآن مع تعديل القانون راح نصنفوا تراثنا على المستوى الوطني، وهذا لوحده يكفي لوضع مخططات حماية حفاظ وتتمين خاصة. جميل جدا، شكرا لك معالي وزيرة الثقافة. عبد الرحيم، ربما سؤال فقط للوزيرة ولكن مرة أخرى إن شاء الله. الوزيرة للأسف غادرتني زميلتي مريم لأن لها ارتباطات وانشغالات، فهي تجول وتصول مختلف أرجاء هذا المعرض للتعرف وللتدقيق حول خصائص الكسكس وكذلك
ذلك حول مستلزمات وما الذي ينقص مختلف الجمعيات الحاضرة بهذا المعرض. أكيد إن شاء الله يكون عندنا لقاء مع الوزيرة مرة أخرى إن شاء الله. شكرا لك عبد الرحيم بونمري موفد قناة النهار.